سي فتحي جمال، اهم ما تم تقديمه اليوم اثناء التقديم ديالك، تكلمتي على التحاق ايوب ناناح وايضا فابريس انغالينا ديال الرجاء الرياضي. جماهير الرجاوي اليوم كتسال على المستوى اللي غيقدموا هاد اللاعبين، فاليوم كيفاش تقدر تقرب جماهير الرجاء الرياضي من هاد الانتدابات؟ وكنعتقد انه الانتدابات كانت معقوله لانه باستشاره مع المدرب، لانه المدرب في اخر المطاف هو اللي غيستعمل هاد اللاعبين. احنا اللي كنتمناو لانه ما نقدروش نقراو المستقبل، اللي كنتمناو انه هاد اللاعبين يظهروا بالمستوى ديالهم. نانا عنده تجربه كبيره على الصعيد الوطني والقاري، لعب منافسه دوليه مع فريق الدفاع الحسني الجديدي وفي الشان الاخيره اللي كانت بالمغرب. نقا سي ان جوور انترناسيونال لاتيرال غوش اللي كان خصنا، لانه كان هو الاولويات فيما يخص انتدابات. اللي كنتمنى انه يكون يظهروا بالمستوى ديالهم، لانه حتى واحد ما يقدر يقول لك اش كيفاش غادي يكونوا. حقيقه المقابلات الاولى لا ديال ناناح ولا ديال نقا كانوا في مستوى، خاصه المقابله ديال الوداد بالنسبه لنقا والمقابله ديال تطوان بالنسبه لناناح، خصهم اربعه ولا خمسه المقابلات بكل صراحه، من بعد غادي يكونوا مزيانين ان شاء الله. ولكن كما قلت لك حنا ما كنقراوش في الفنجان، ربما المتمنيات ديالنا هما يكونوا في مستوى مزيان باش يجيبوا الاضافه. كتبقى ما يكونش هناك اصابات، كيبقى انه يتاقلموا بسرعه كبيره، وحنا متفائلين، حنا متفائلين لانه جوج لعابه مزيانين واللي غيديروا الاضافه. سي فتحي جمال، شفنا بدر بانون مؤخرا وبعد السلوك اللي يعني الجماهير الرجويه ما تقبلوهمش بشكل كبير، شفنا ايضا زكريا حدره في يوم الديربي ويعني شنأة اللي كان بينه وبين انس زنيتي. انت كمدير تقني لنادي الرجاء الرياضي، شنو كان الكلام ديالك مع هاد اللاعبين؟ واش يعني مستقبلا غنشوفوا فريق الرجاء البيضاوي كيتفادى لهاد المشاكل اللي الفريق عن غنى عنها؟ وكنعتقد انه في هذه الندوه ديال اليوم السيد الرئيس فسر بانه كاين ضغط كبير على هاد اللاعبين، يعني لعبوا عدد كبير ديال المقابلات، لاعبين اللي ما ريحوش مع ديورهم، كان خصهم متنفس، ما تحشنا الفرصه فين يرتاحوا. اللاعبين داخليا يعني داخل النادي وداك الشيء ما كاينش شي سلوك اللي هو غير رياضي، حقيقه كاين انفعال اللي هو احنا ما نقولوش مشروع، ولكن انفعال اللي خارج على الاراده ديالهم. انا كنقول انا شهاده لانه كنعرف هاد اللاعبين قراب ليا وكنشوفهم مزيان، لاعبين اللي كيتحلوا يعني باخلاق نبيله. وقع الانسيدون ديال زنيتي وانا شيء عادي لانه تخاصموا وكان عليهم ضغط كبير، وكان كانت يعني كانت اون سانكسيون بكل صراحه اللاعبين بجوج، واللي كانت عقوبه ماليه لانه احنا محتاجين اللاعبين. احنا الان كما قال السيد الرئيس احنا دابا في طور البناء، غادي نحاولوا كيفاش نعالجوا هذا المشكل هذا، ولكن عندنا اليقين بانه اللعبه ديالنا راه ماشي خارج يعني لا لين دو كونديت ديال الفرقه، يجب التحلي بالصبر، وحنا نعاونوهم لانهم حتى هما خصهم السند من المكتب ومن المسؤولين التقنيين اللي يتعاملوا معهم. نعرفوا الاسبوع كاين مباراه جد مهمه، كاين مباراه الكلاسيكو اليوم وايضا مباراه امام نجم الساحل التونسي بكاس العرب، فانت فتحي جمال كيفاش كتشوف هذه المقابله هذه؟ واش كتظن بان يعني الفريق اليوم مستعد باش يلعب على جميع هذه الوجهات؟ اولا احنا دائما متفائلين لانه كتبقى مقابله كره قدم، غنلعبوا ضد فريق قوي اللي هو نجم الساحل. احنا عندنا قناعه بانه عندنا فريق متكامل، ربما عندنا دي ماتش دو ريفيرونس هو ديال فيتا كلوب هنايا، نتمنى انه نديروا ماتش باراي. كاين عزيمه ديال اللاعبين لانه كل شيء دابا مفوكاليزي على هذه المقابله هذه، اللي كنتمنى انه يكونوا في نهارهم لانه الجاهزيه هي اللي غادي تحتم علينا باش ندوزوا هذه المقابله هذه. كاينه الموتيفاسيون انترن عند هاد اللعابه لانه كلهم كانوا كيتسناوا هذه المقابله هذه، نتمنى يكونوا في نهارهم ان شاء الله وندوزوا المرحله، حيت لانه غتلعب المقابله في شوطين، ندوزوا الشوط الاول هنا ان شاء الله ونديروا الفرق ونتمناو كل خير ان شاء الله. شكرا.